السلام عليكم. اليوم مع الشيف رنجبول وقلنا ميك جريك سالاد، سلطة اليونانية. هاي جود ايفنينج، وي ار جوينغ تو ميك تو داي جريك سالاد. ذيس از اور انجريدينتس، وي هاف فريش كوكومبر كيوبس. عندنا الخيار قطعينه كيوب مربعات. هذا توماتو كيوبس. هذه طماطم شلنا منها الزريعة وقطعناها. جرين كابسيكم. فلفل أخضر. We have yellow capsicum cubes. We have red capsicum. فلفل أصفر. Red capsicum cubes. فلفل أحمر. We have white onion cubes. عندنا بصل أبيض. We have feta cheese cubes. Feta cheese. We have جبنة cheese. We have sliced black olives. عندنا زيتون أسود. And we have lemon juice. عندنا عصير ليمون. Oregano we have. We have salt. عندنا زعتر. وعندنا ملح. Okay, we're gonna mix now. So we put cucumber first. حط ننزل بالخيار. Then we will add tomatoes. ننزل بالطماطم. Add green pepper. ننزل فلفل أخضر. Red. Yellow pepper. Red pepper. أصفر وفلفل أحمر. Then we will add onion. بصل أبيض. We add feta cheese. ننزل جبنة تشيز الفيتا. Then we add oreganos. ننزل الزعتر. شايفين؟ وننزل عليه عصير ليمون. Then we add olive oil. عندنا زيت زيتون. شوية فلفل أسود. لا فلفل أسود. وملح. شايفين المكيسة من تحت لفوق. Then fork use some black olives. ننزل زيتون أسود شرائح. زيتون أسود. مكيس الملح والليمون. Okay ready. Now start. مكيسة وجبنا الصحن. Already الصحن تبعنا. رح نعمل فيه presentation. هيك طالع الصحن بجنن. جيب اللي موجود عندكم حطوا الكزينة. نزيد حبات قطع تشيز من فوق. كزينة يعطيها منظر من فوق. حبات وزعتر. رشة زعتر من فوق. هيك يكون صحننا جاهز. شايفين؟ جربوها. Thank you so much. Thank you for watching. Thank you chef. Thank you for your sharing. مع السلامة. نشوفكم المرة الجاية.